لماذا يعرقل التحالف رحلات طيران اليمنية من عدن؟ ولماذا تحتاج الحكومة صاحبة السيادة إلى تصاريح التحالف ابتداء؟ وهل ستتحرك الحكومة لإيقاف هذا العبث ولإنهاء معاناة آلاف المسافرين؟ أهلا بكم. قالت شركة طيران اليمنية إن مكتبها في جدة أبلغها أن التحالف رفض منح رحلاتها من عدن إلى جدة ومن عدن إلى القاهرة تصاريح للسفر. وقال توضيح للشركة على فيسبوك إن إدارة الشركة اضطرت لنقل المسافرين من عدن إلى سيئون عبر باصات نقل على نفقتها الخاصة من أجل الإيفاء بالتزاماتها إزاء المواطنين. ليست هذه المرة الأولى التي يمنع فيها التحالف طيران اليمنية من التحليق، فقبل أسابيع اشتكى وزير النقل من عرقلة التحالف لرحلات من الهند دون ذكر أسباب. فلماذا يفعل التحالف ذلك؟ وإلى متى تصمت الحكومة عن العبث بحق المدنيين اليمنيين من قبل الرياض وأبو ظبي؟ ممنوع من التحليق، هكذا قال التحالف لطائرات اليمنية يوم أمس، حيث منعها من تسيير رحلتين من عدن، إحداها لجدة والأخرى للقاهرة. الشركة قالت إن التحالف رفض منح تصاريح لهذه الرحلات دون إبداء أي أسباب، ما اضطر إدارة الشركة لتسيير رحلات نقل بري من عدن إلى سيئون وإقلاع الرحلات من هناك. وزير النقل صالح الجبواني كان قد قال في وقت سابق أن التحالف رفض منح تصاريح لرحلات اليمنية من الهند إلى اليمن، والسؤال الذي يطرح هنا لماذا يمنع التحالف تسيير رحلات مدنية مرتبطة بمصالح آلاف المواطنين؟ والسؤال الذي يطرح قبل هذا، من الذي أوجب على الحكومة أخذ تصاريح من التحالف لرحلات مدنية على أراضيها السيادية؟ الرياض وأبو ظبي أو ما يطلق عليهما جيران اليمن يحملهما كثير من اليمنيين مسؤولية دعم الانقلاب الذي أشعل كل هذه الحرائق في البلاد، لكن المؤكد أنهما ومنذ تدخلهما عسكريا في اليمن في العام 2015 تحت لافتة استعادة الدولة لم يفعلا سوى ما هو عكس هذه اللافتة. فبعد استعادة السلطة من الانقلابيين الحوثيين في عدن وبعض المحافظات الأخرى، نصب التحالف نفسه حاكما عسكريا في هذه المدن، وأقصى السلطة الشرعية من ممارسة نفوذها الطبيعي، بل وصل الأمر إلى التحكم في مطارات البلد والسماح أو عدم السماح للطيران الوحيد في البلد من تسيير مصالح المواطنين. احتكار اليمنية لخدمة النقل الجوي في اليمن وعدم اشتغال الحكومة على إدخال منافسين تجاريين لخدمة النقل فاقم من معاناة الناس واضطرهم لدفع مبالغ خيالية وصفها البعض أنها أغلى تذاكر على مستوى العالم. استمرار الوضع على ما هو عليه يأتي لمصلحة مجموعة من المسؤولين والتجار المقربين من الرئاسة على حساب شعب بأكمله، ثم يأتي التحالف ليضاعف هذه المعاناة ضاربا بمصالح عشرات الآلاف من اليمنيين عرض الحائط وفي توقيت كاستقبال عيد الفطر المبارك. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور عادل دشيلة الباحث والكاتب. مساء الخير دكتور عادل وخواتم مباركة جميعا إن شاء الله. إذن أعلنت شركة اليمنية عن رفض التحالف لمنح طيرانها تراخيص من عدن إلى جدة والقاهرة أيضا. برأيك لما يحتاج الطيران المدني الوطني التابع للشرعية كل هذه التراخيص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، هذه الخطوات هي ليست وليدة اللحظة من قبل التحالف العربي منذ عاصفة الحزم في العام 2015. يعتمد التحالف العربي على إذلال المواطن اليمني في كل صغيرة وكبيرة، لم يتبقى لنا شيء. السيادة الوطنية منتهكة، حدودنا منتهكة، أجواءنا مغلقة، اليمن تحت البند السابع. يتصرف التحالف العربي كمحتل وليس كحليف يعني للشرعية اليمنية، وبالتالي هذه الخطوات يعني ليست وليدة اللحظة، وينبغي ألا نستغرب، بل ينبغي أن نبحث عن حلول لهذه المشكلة. اليوم أبناءنا يموتوا إما بضربات التحالف أو ضربات ميليشيات الحوثي أو يموتون قهرا في الطرقات، والبعض منهم ينتظر العلاج. يعني هذه تعتبر بالدرجة الأولى
من مهام الحكومة الشرعية. تخيلي أن وزير النقل اليمني يقول بأن التحالف العربي أعطانا ليست يعني قائمة بالشروط أو بعض الإجراءات التقنية وما إلى ذلك فوافقنا عليها، ثم بعد ذلك يأتي بشروط أخرى فوافقنا عليها، والمرة تلو الأخرى والتحالف العربي يضع شروط، معنى ذلك أنه يعني تحت مبررات، وهي يقولون من أجل أن نسمح للأجواء اليمنية يعني للطيران الأمم المتحدة كي تصل إلى مطار عدن أو إلى مطار، ولكن عندنا 550,000 كيلومتر مربع يستطيع أجواء مفتوحة يعني باستطاعة أن تدخل عشرات الرحلات بل مئات الرحلات إلى داخل المطارات اليمنية. هذه تعتبر أعذار واهية، وهذا من نوع يعني من الحرب النفسية ضد المواطن اليمني، وبالتالي أنا تتحمل الحكومة الشرعية مسؤوليات القانونية تجاه هذا العبث، لأن المواطن اليمني تخيلي أنا كمسافر قبل شهر تقريبا من يوم الجمعة العصر إلى يوم الأحد صباح الأحد حتى أصل إلى مدينة أخرى، وأنا أسافر عبر البر ومن مكان إلى مكان وحتى أصل إلى سلطنة عمان، ما بالك بالمرضى، مرضى السرطان، مرضى الكذا، يصلون إلى المطار ويقولوا الرحلة تكنسلت، ويعودوا من مطار عدن إلى مطار سين، كيف يعني يتصرف؟ نعم يعني عليك في مثلا أغلب المواطنين يأتون من صنعاء ومن حجة ومن محافظات شمالية إلى عدن، ثم يفاجأوا بأن هناك رحلة أخرى تنتظرهم برا إلى سيئون، يعني لا يوجد للأسف الشديد في حساب التحالف أي مراعاة 1% للمواطنين اليمنيين. لنقل هذا هو ديدن التحالف. ماذا عن الحكومة الشرعية؟ يعني قبل فترة سمعنا تصريح لوزير النقل بأن التحالف يرفض منح طيران اليمنية لتصاريح، وهو يتجدد مرة أخرى، ومع ذلك الحكومة لم تتخذ أي إجراء حقيقي ضد ما يحدث. هنا مثلا التحالف العربي كما ذكرت لك ليست يعني هي المرة الأولى، يعني في السنين الماضية أو في الشهور الماضية يعني تقريبا 2016 مطار صنعاء مغلق، قالوا بأن هناك يعني ميليشيات تصدر من إيران أو ما زالت تسافر لا يسافروا عبر مطار صنعاء، قلنا تمام أغلقوا مطار صنعاء، الآن مطار عدن تحت المحتل الإماراتي والرقيب الإماراتي والميليشيات الإماراتية، أي أن المواطن اليمني لا يسافر من مناطق الشمال إلا وقد فحصوه في المناطق التي يسيطر عليها الميليشيات التابعة للإمارات العربية المتحدة داخل عدن، وأيضا لا يستطيع أن يصل إلى مطار عدن إلا وقد يعني تم فحصه من جميع الجوانب، وتم حتى البلاغات بالجوازات وبالأسماء للتحالف العربي والاستخبارات الإماراتية والتحالف العربي وكل شيء، أي أنهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة تجاه من يسافر من هذه المناطق، لن يأتي الحوثي إلى مطار عدن كي يسافر من مطار عدن الدولي. ما يعني حجة مطار صنعاء، اسمح لي دكتور عادل، يعني حجة غير مقنعة، لأنه لم يغلق إلا أمام المواطنين، أمام الجيش الحوثي فنحن نراها يعني كل يوم وهي في دولة في الاتحاد الأوروبي وفي عبر طيران الأمم المتحدة، يعني حقيقة مطار صنعاء أيضا لم يغلق إلا أمام المواطنين، فبالتالي ألا يدرك التحالف فداحة قرارات هذا المنع الذي يتخذه عرقلة رحلات عودة وسفر اليمنيين، خاصة أن هناك عالقين في بلدان ليست بلادهم، تنتهي فيزهم، تنتهي أموالهم، تنتهي مدة الإقامة المسموح لهم بها، ما كل هذا العبث؟ طبعا التحالف العربي لو كان عندهم لا هم لا يلتزموا لا بأخلاق الإسلام ولا بعادات الجاهلية، أي أنهم ضربوا بكل القيم الإنسانية النبيلة عرض الحائط، ويمشوا في سياسة العنجهية والتعالي على المواطن اليمني، معنى ذلك أنهم يساعدوا الإنقلاب بطريقة أو بأخرى. الآن مثل هذه الإجراءات يعني غير المبررة داخل المناطق المحررة تساعد حركة الحوثي على أننا أمام محتل خارجي يمنع علينا الأجواء ويقلق الأجواء ويقلق البحار ويقلق المطار البرية والبحر، وأيضا يغلق المنفذ البرية. الآن لدينا منفذ واحد مع المملكة العربية السعودية، هو منفذ الوديعة. هناك في منفذ الوديعة من يقول بأنه في منفذ الوديعة لا يذل المواطن اليمني فهو يكذب على نفسه. أنا رأيت بنفسي كيف يتم ذلك، أنا بنفسي وشاهدت ذلك بنفسي، ورأيت الاستعلاء الذي يمارسه الجندي السعودي في باب منفذ الوديعة أنا بنفسي، ووجهت لي أسئلة قبيحة ودنيئة من قبل السعوديين، ولكنني أجبتها على باعتباري كنت أنا أعرف كيف أجيب عليه. لا داعي لهذا الكلام، أي أننا أمام التحالف العربي هو الآن يتصرف بعقلية المحتل ولديه محصن بقرارات شرعية دولية، أي أن اليمن نتيجة لقبح الانقلاب الذي يعني نفذها الحوثيون ضد الشعب اليمني
الآن يتصرف التحالف العربي تحت البند السابع، يتصرف التحالف العربي تحت قرارات مجلس الأمن الدولي، يتصرف التحالف العربي وكأنه يساعد مجلس الأمن الدولي لإرسال الأمن والسلم الدوليين داخل الجمهورية اليمنية، أي أن هناك ميليشيات مسلحة وأنه يساعد الجمهور اليمني وأنه يساعد الحكم الشرعي، ولكنه يعمل ضد ما يعني هذه القرارات تماما، يعمل عكسها تماما، أي أن هناك إذلال، سياسة الإذلال، سياسة التنكيل، سياسة التجويع، هذه سياسة محتل، هذه ليست سياسة نعم أو سياسة لمساعدة الشعب اليمني. نحن الآن ينبغي أن نكون واضحين مع هؤلاء، هؤلاء يمارسون دور الوصاية. الآن المحتل الإماراتي في جنوب اليمن، بالله عليك هل هؤلاء جاءوا لنصرة الشعب اليمني؟ هؤلاء لا يتورعون، الآن عشرات يعني بمجاميع مسلحة، بل يعني نقول العشرات أكثر من العشرات داخل جنوب اليمن وفي شمال اليمن وفي شرق اليمن وفي كل مكان. إذن الحكومة الشرعية أنا من وجهة نظري الشخصية أنها لا تستطيع تقدم حلا ولا بد على الوطنيين، ونعول على الوطنيين وعندما نقول الأحرار من أبناء هذا الشعب اليمني أن يحاولوا لإيجاد مخرج شعبي للخروج من هذه الأزمة. ما لم يكن هناك تيار وطني لمساعدة الشعب اليمني فأنا أعتقد بأن هذه الحكومة هي مسلوبة الإرادة، مسلوبة القرار، لن تستطيع حتى أن تجال التحالف العربي. نعم، إذن اسمح لنا دكتور عادل أن ينضم معنا الصحفي خليل العمري من ماليزيا عبر سكايب. مساء الخير أستاذ خليل. أهلا بك أستاذ خليل. في البداية نتمنى أن تضعنا في صورة معاناة المواطن في الخارج، خصوصا يعني منذ بدء حجزه لموعد عودته، حجز التذكرة ثم إجراءات السفر والتنقل أيضا من مطار إلى آخر. نعم، كما تعلمين لا يوجد رحلات مباشرة نعم، للأسف نتيجة رداءة الصوت من المصدر سنعاود التواصل بك مجددا أستاذ خليل حتى نتمكن من سماع طرحك. عودة إليك أستاذ عادل. أستاذ عادل، يعني الإشكالية الحقيقية التي فعلا يشعر فيها المواطن اليمني بكمية الذل الذي ترافق هذا المنع أنه لا يبدي أي أسباب للمنع، يعني أن يتم إعطاء التصريح رفض دون إبداء الأسباب، ما الذي يمكن أن يفهمه المواطن اليمني؟ المواطن اليمني الآن هو ضحية بين سندان التحالف ومطرقة الحوثيين، أي أن المواطن اليمني الآن عندما يقول لا يعني التحالف العربي عندما يأتي لا يأتي بالأسباب أو يقول للرحلات لا يمكن أن تغادر من مطار عدن إلى مطار جدة أو إلى مطارات أخرى، يعني ولا يبدي أي سبب، والحكومة الشرعية ترفع بالبرقية تلو الأخرى للتحالف العربي ولا يبدي أي سبب، معنى ذلك أنهم غير جادين في مساعدة الشعب اليمني وأنهم يتصرفون من منطقة الغطرسة ومنطقة العنجهية والغرور وما إلى ذلك. هم الآن يتصوروا بأن الشعب اليمني هذا عبارة عن يعني مجاميع مسلحة وأنهم يحموا أمنهم القومي وأنهم جاءوا لمساعدة الشعب اليمني، وهم لم يتصوروا أنهم أمام شعب عريق وأنه صبر على الاحتلال البريطاني سنين، وصبر على الاحتلال الفارسي، وصبر على الاحتلال الآخر. يعني الآن هم الآن في التحالف العربي نفسه لا يمكن أن يقدم للشعب اليمني حل. نحن الآن على مدى 5 سنوات أو 4 سنوات التحالف العربي لم يقدم شيء على الأرض. من يقول أن التحالف العربي يقدم شيء للحكم الشرعي فهو يغالط الحقائق. الآن عندما جاء مثلا التحالف العربي يستهدف من قبل الميليشيات بسلاح إيراني واضح ويأتي يضرب الأبرياء، التحالف العربي يقول يأتي الرئيس اليمني للمشاركة في قمة يقول انظر إلى هنا جاءوا بصاروخ، هذا صاروخ الحوثي، يا أخي أنتم جئتم لمساعدة، أنتم تحالف عربي جئتم لنصرة الحكومة الشرعية، اتركوا المواطن اليمني. حتى الشركة اليمنية نفسها هي مملوكة للحكومة السعودية، أي أن الحكومة اليمنية تمتلك 51% والحكومة السعودية تمتلك 49%. بعد أحداث عام 2015 جاء التحالف العربي السعودي وسحبت أغلب الطائرات التي كانت تبع الشركة اليمنية، كان معنا 11 طائرة والآن تبقى لنا طائرة مرجوم في مطار اعتقد في اثيوبيا ويدفع لها يوميا وبقي لنا طائرتين او 3 طائرات. والان سياسه الاذلال وسياسه التجويع وسياسه ايضا الاهانه لا زال التحالف العربي مستمر فيها. ما هي الفائده عندما توقف طائره ملانه بالمرضى والمسافرين والمغتربين والابرياء الذين لا يملكون حول ولا قوه بل لا يعرفون حقيقه الصراع؟ لماذا هذا الإذلال؟ لماذا هذه السياسة؟ الحكومة الشرعية اليمنية الآن هي متواجدة داخل الرياض. هؤلاء للأسف الشديد لا نريد أن نطلق عليهم مسميات، هؤلاء تحولوا إلى مخبرين، منهم من يكون مخبر مع الإمارات، منهم من يكون مخبر مع السعودية، ومنهم مخبر على الأمم المتحدة، ومنهم مع البريطانيين. هؤلاء تحولوا إلى إلى إلى
إلى سماسرة فساد داخل للأسف الشديد. ولا أريد أن أطلق عليهم هذا التصريح. هؤلاء إذا لم يتحملوا مسؤولياتهم الأخلاقية عليهم أن يغادروا مناصبهم. هؤلاء يريدون الآن، هؤلاء هم شركاء في هذه الجرائم، هؤلاء شركاء في الجرائم ضد الشعب اليمني. الحكومة الشرعية تتحمل يا أخي، إذا لم يستطيع الحكومة الشرعية تقول أنا لا أستطيع أن أتحمل المسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الشعب اليمني، رسالة واحدة، أنا لا أستطيع، أنا تحت البند السابع، أنا تحت رحمة الأمم المتحدة، ويغادر الموقع والأمم المتحدة. هناك قيم إنسانية عالمية متشاركة، سيتدخل المجتمع الدولي لحماية الأبرياء، ستدخل الأمم المتحدة. الآن هم يقولوا هناك حكومة شرعية، هناك تحالف عربي يتعامل مع هذه الحكومة من هذا المنطق، وهذه الحكومة لا تحرك ساكنا. الآن على الحكومة اليمنية أن تفتح المطارات وأن تصر على فتح مطار سيئون، وأن تصر على فتح مطار عدن ومطار الغيضة. مطار الغيضة تحول إلى محمية عسكرية سعودية، مطار عدن تحول إلى محمية عسكرية إماراتية، مطار سيئون تحول إلى محمية عسكرية إماراتية. كل المطارات اليمنية التي هي متواجدة تحت رحمة التحالف العربي تحولت إلى محميات أو إلى قواعد عسكرية، إلى قواعد عسكرية مقلقة. ما هذا؟ لماذا هكذا؟ لماذا هذا العلو؟ لماذا هذا الغرور؟ لماذا يتعامل معنا بهذه العقلية؟ نحن شعب عظيم، نحن شعب يستطيع أن يتغلب على الصعاب، ولكن عليهم أن يدركوا جيدا أنهم كلما استمروا في سياسة الإذلال والتجويع والقهر والقبن لن يزيد الطين إلا بلة، وسينقلب عليهم وبالا طال الزمن أو قصر. نعم، إذا اسمح لنا دكتور عادل، عاد إلينا الصحفي خليل العمري ولكن هذه المرة عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ خليل. مساء النور لك ولضيفك الكرام الكريم وجميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ خليل، وأود أن أسمع منك مدى المعاناة التي تواجهونها وأنتم في الخارج منذ حجز تذكرة الطيران وحتى الذهاب عبر المطارات والعودة إلى عدن. نعم، هي رحلة شاقة، مثل يعني كجزء من المعاناة العامة التي يلاقيها اليمني في الداخل، حيث يتلقى قصف ميليشيا الحوثيين وأيضا معاناة إنسانية ومعاناة صحية. تبدأ معاناة المسافر اليمني يعني على سبيل المثال من ماليزيا بمسألة المرور الترانزيت، يعني لأنه إلى حد الآن لا يوجد رحلات مباشرة، وهذا يكلف الكثير أيضا من المال والكثير من الوقت. الترانزيت يا إما يكون من كوالالمبور إلى السودان أو من كوالالمبور إلى مصر القاهرة ومن ثم الى طيران الى عدن، وهذا ايضا يحتاج الى فيزا او تاشيره الى العاصمه، يعني العاصمه الترانزيت سواء للسودان او للقاهره، ومن ثم تاتي المعاناه الجديده التي هي مع طيران اليمنيه من المطارات، وتبدا مسويد مسلسل تاخر الرحلات والمسلسل الذي تناقشه مع ضيفي. نعم، إذا مسألة تأخر الرحلات أستاذ خليل، ما الذي يعني بالنسبة للمواطن الذي خرج للدراسة أو للعلاج أو لعمل ما؟ اسمح لي في البداية أن أعلق على ما ورد في كلام ضيفك. هو صحيح أن هناك معاناة من تأخر رحلات الطيران اليمنية، وهي جزء من سياسة ومشكلات يعني متراتمة ما بين الحكومة اليمنية وما بين التحالف العربي، لكن إنه يطلبنا سواء كمسافرين أو يعني تحت كمواطنين تحت المعاناة، مثلا إنه نصف دول التحالف كدول احتلال، أو إنه نصف أيضا الحكومة الشرعية اليمنية أنها تقوم يعني أصبحت إلى أنها مجموعة من السماسرة يعني كما ذكر. هذا أعتقد أنه بالغ كثيرا. صحيح أن هناك أخطاء كبيرة وهناك أيضا ممارسات تقوم بها يعني طرف في التحالف العربي وهو الإمارات تحديدا، لكن تبقى ميليشيا الحوثيين هي السبب الرئيسي. وحينما نتحدث عن معاناتنا كيمنيين في الخارج وعن معاناة اليمنيين في الداخل، ينبغي ألا نغفل السبب الرئيسي والسبب الأول الذي هو ميليشيا الحوثيين في انقلابهم المشروع. بالنسبة للمسافرين اليمنيين، كما تعلمين أن أغلب المسافرين سواء في دول الخليج أو في غيره في هذه الأيام، وخاصة في الأيام التي هي يعني أيام إجازة عيد الفطر المبارك، المسافرون جميعا يذهبون ويغادرون البلد من أجل السياحة، لكن الأمر مختلف كثيرا بالنسبة لنا كيمنيين. المسافرون هم يا إما المغادرون أو الذين هم العائدون إلى الوطن، يا إما هم مرضى أو هم طلاب أو هم عبارة عن مغتربين، وذلك فإن تأخر الرحلات والتي أرجعها وزير النقل إلى أن هناك شروط من التحالف العربي قد تكون
هذه لم يفصح عن هذه الشروط، ولكن هو تحدث ايضا عن شروط وانه هناك يعني اخذ ورد من قبل الحكومه والتحالف العربي للاجابه على هذه الشروط. بالنسبه للتاثيرات، التاثيرات كبيره جدا مرتبطه، هناك طلاب مرتبطين بامتحانات، هناك طلاب تاخر الرحلات تاتي يعني يدفع بهم الى مرحله الكسر وهي مرحله انتهاء الفيزا، فيدخلون يعني في مساله من الاخذ والرد والعقوبات التي تنطبق عليهم في الدول التي يقيمون بها، بالاضافه ايضا المرضى وهم يعني شريحه كبيره من اليمنيين، يعني مثل ما يقولون في مصر يطلقون على الطيران اليمنيه بانها طائره العيانين يعني وهي طائره المرضى. هناك خسائر كبيره سواء على المستوى الفرد او على المستوى العام، على مستوى القطاع التجاري، على مستوى القطاع الاقتصادي، تجاه هذه هي التي نسميها ممارسات يمارسها طرف في دول التحالف العربي، وهي بحاجه الى اعاده صياغه الرؤيه، سواء الرؤيه التي تتعلق باداره المنافذ الجويه، اداره المنافذ البحريه، إعادة توزيع الأدوار ما بين التحالف العربي وأيضا الحكومة اليمنية. أما بالنسبة لنا نحن كمسافرين أو كطلاب في الخارج أو كمراقبين، ننظر إلى أن هذه الممارسات سنجد لها حل، لكن مشكلتنا الأكبر التي هي الممثلة في ميليشيا الحوثيين والاحتلال الإيراني الحوثي، هذه هي أم المصائب وأم المشاكل. هذه هي المشكلة يعني أستاذ خليل إذا سمحت لي بالمقاطعة، أن هناك مشكلة حقيقية لسببها جاء التحالف. التحالف ترك هذه المشكلة وبدأ يحارب اليمنيين بطريقة أو بأخرى. اسمح لي أن أنقل وجهة نظرك التي استمع إليها ضيفي هنا في الاستوديو يعني يعلق على ما ورد. الأستاذ خليل يجد أن يعني صعب التسمية التي أوردتها للتحالف بأنه احتلال وبأن من في الشرعية مجرد مخبرين، ويجد بأن هذه ممارسات خاطئة وخاطئة جدا، لكن يجب إعادة رؤية عدة نقاط منها إدارة المنافذ وكذلك إعادة توزيع الأدوار بين الحكومة والتحالف. ما رأيك؟ طبعا عندما يقول بأنه ليس احتلال، طيب إذا كان ليس احتلال ماذا تفعل الإمارات العربية المتحدة داخل السقطرى؟ لماذا تحول مطار الريان الدولي داخل المكلا إلى قاعدة عسكرية إماراتية مغلقة؟ لماذا أنشأت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 50,000 جندي مسلح أو ميليشيا مسلحة داخل جنوب اليمن وأنشأت دولة داخل دولة؟ أي أن هناك يعني ميليشيات مسلحة في جنوب اليمن تواجه ميليشيات مسلحة في شمال اليمن، والتحالف العربي يرعى الجميع، إيران ترعى ميليشيات مسلحة في شمال اليمن والتحالف العربي يرعى ميليشيات مسلحة في جنوب اليمن. من يقول بأن هناك خلافات إماراتية السعودية فهو يضحك على نفسه ويضحك على الآخرين. الإمارات العربية المتحدة هي جزء من التحالف العربي، والمملكة العربية السعودية هي قائد التحالف العربي. أي أن هذه التصرفات، ماذا يمكن أن نطلق على هذه التصرفات؟ هناك يعني سوء في إدارة هذه المنافذ. إذا كان هناك سوء في الإدارة فلماذا التحالف العربي لا يقول للحكومة الشرعية هناك إدارة سيئة لهذه المنافذ وعليكم أن تصلحوا هذه الإدارة وعليكم أن تغيروا هذه الشخصيات وعليهم أن يقدموا آلية لتسيير هذه المنافذ البرية والبحرية والجوية؟ أين هم إذا كانوا هم جادين؟ هناك أكثر من آلية، قالوا بأن هناك يعني ميليشيات مسلحة يتم تهريبها، هناك أكثر من آلية التفتيش. من الذي يسيطر على الأجواء اليمنية؟ من الذي يسيطر على المنافذ البرية والبحرية غير التحالف العربي؟ هناك يعني لا نريد أن نضحك على أنفسنا، لا نريد أن نضحك على أنفسنا. نعم، إذا أستاذ خليل يعني برأيك ما هي مخاوف دول التحالف من عرقلة رحلات اليمنية، لا سيما عملية تهريب الأسلحة الإيرانية الحوثية على قدم وساق؟ كل فترة وفترة يفاجئونا بأسلحة جديدة. نعم، ولكن هناك تعليق بسيط، نحتكم إلى القانون الدولي الإنساني الذي يعرف الاحتلال بأنه وجود لقوات مسلحة أجنبية معادية يعني للسيطرة على أرض ما. إذا هناك وجود لقوات مسلحة أجنبية معادية، إذا نظرنا إلى الوضع الذي تحدث عنه ضيفك أنه الوضع الحاصل في سقطرى أو في عدن أو في مطار عدن، هي صحيح أنا أتفق معه أنها ممارسات خارج الأهداف التي جاء منها التحالف، ولكن لم تصل إلى مرحلة الاحتلال. مثل ما ذكرت لك أن القانون الدولي يعرف الاحتلال بأنه وجود لقوات عدو، لكن هذه القوات ليست عدو، هي قوات صديقة كأرض طلب من الشرعية. نعم، وطالما يعني دعني أتفق معك في هذه النقطة أستاذ خليل، يعني خاصة وأن الشرعية حتى الآن
في كل بياناتها لم تستطع بكل وضوح أن تتحدث عن هذه الممارسات الخاطئة وتغض الطرف عنها، فبالتالي لن يستطيع أن يوصف أحد إن لم تكن هي الشرعية أو الحكومة الشرعية أمام المجتمع الدولي هي من تتحدث عما يحدث. دعنا نعود لمحور الحلقة وهو مسألة مخاوف التحالف من عرقلة رحلات اليمنية، خاصة أستاذ خليل يعني كما تحدث وزير النقل وكما تحدثت شركة اليمنية أنه يتم الرفض دون إبداء أسباب، أليس هذا الأمر مستفز؟ نعم هو مستفز، وينبغي السؤال هذا أن يوجه للتحالف العربي، لماذا تتعاملون مع طيران مدني ينطلق من دول في التحالف العربي، من السعودية، من مصر وهي عضو في التحالف العربي، من الأردن وهي أيضا عضو في التحالف العربي، إلى مناطق الشرقية كما يتم التعامل مع طيران مقاتلة، مع طيران مع يعني مع، هل هناك علاقة ما بين الطيران المسير الذي يقصد به الحوثي منشآت حيوية والإمارات السعودية وأيضا والطيران المدني؟ هذا هو السؤال الذي نحن أيضا معه ونبحث عن إجابة، ونحن أيضا الآلاف من اليمنيين سواء في الهند أو في مثل ما ذكر وزير النقل، وبالمناسبة وزير النقل هو صوت قوي مثل ما ذكرت لك، أن هناك أصوات قوية سواء في الحكومة، لا أحد يسكت تجاه هذه الممارسات، الجميع يتكلم، أن يتكلم وزير النقل بهذا الصوت، أن يتكلم وكلاء الوزارات، وكلاء وزارة الإعلام أضيوفتي كل يوم على قناة بلقيس وفي قنوات أخرى بصوت مرتفع، لكن الصوت المرتفع قوي جدا، وينبغي أن يكون هناك تجاوب كبير من قبل التحالف أيضا التحالف العربي. كل المخاوف المدنية ليست كافية لإقناع اليمنيين أن ما تقومون به هو في الطريق الصحيح. لو أخذت لك مثالا عما حدث في مطار طرابلس، مطار طرابلس شهد في نهاية الشهر المنصرم إبريل مواجهات كبيرة جدا وبالقرب من، بل وصل إلى المعارك إلى داخل المطار، ومع ذلك توقفت الرحلات الجوية لأيام قليلة، ومن ثم عاودت بعد ساعات، يعني الطيران الدولي من كل الدول، أيضا في مطار دمشق الطيران الإماراتي فلاي دبي وكل المطار وكل يعني شركات الطيران أيضا تقوم برحلات يومية إلى مطار دمشق، كل المطارات التي تشهد توتر ومعارك يعني لديهم خطوط شغالة في الطائرة، لماذا مطار عدن ومطار سيئون ومطار أيضا الغيضة لدينا عدة مطارات، لماذا هذه المطارات لا يتم تشغيلها؟ أنا أعتقد أنه لا يوجد هناك أي مبرر للتحالف العربي سواء أمني سواء أو غيره لكي يتعامل بهذا الشكل مع الطيران اليمني والرحلات الجوية. الصوت مرتفع سواء كان الصوت من الحكومة اليمنية او الصوت من الصحفيين او الصوت من نشطاء الحقوقيين، الصوت مرتفع، لكن هذا الصوت لم يسمع حتى الان استاذ خليل. نعم يتحدث وزير النقل واتفق معك انه من الاصوات القويه القليله للاسف الشديد، يعني انت تتحدث عن ربما 2 الى 3% من اصل الحكومه الشرعيه، وزير النقل يتحدث مره تلو الاخرى ولا احد يرد عليه وكانهم لا يسمعونه بتاتا. هذه المشكلة، مهما ارتفع الصوت لا نجد من يعيد الصدى. أستاذ خليل يعني هناك أصوات تتحدث من ناشطين من صحفيين، الفيسبوك يشتعل حديثا ولكن وكأن لا أحد يتحدث. لو كان هناك فائدة من مجرد صوت الناشطين والصحفيين وبعض الوزراء يعني تراجعت السعودية عن قراراتها، على الأقل فتح مطار عدن بشكل منطقي كمطار دمشق وطرابلس الذي ربما شهدوا أحداث أسوأ مما شهده مطار عدن، يعني عدن محررة منذ بعد شهرين من الحرب فقط، فبالتالي لا يوجد مبرر حقيقي لما يصنعه التحالف. نعم، ولهذا وزير النقل أعلن قبل يومين أنه وصل إلى اتفاقية مع التحالف العربي إلى أنه يتم إلى تمديد او زياده عدد الرحلات الجويه الى 8 رحلات. من يسيطر على مطار عدن؟ هم ميليشيا تابعه لدوله الامارات العربيه المتحده، وعلينا ان نسمي الاسماء بمسمياتها. انا اعتقد اننا بحاجه الى تصريح اخر من وزير النقل، لان الرحلات التي تم الغائها هي كانت تقريبا رحلتين او 3 رحلات، ماذا بعد هذه الرحلات؟ هل تم الاتفاق مع دول التحالف العربي مثلما اعلن وزير النقل عبر صفحته في تويتر انه هناك اتفاق بزياده الرحلات سواء في الهند او غيره؟ ايضا هناك
نقطة في مثلا عندنا في في في, في كوالالمبور أعلنت السفارة اليمنية عن برنامج يعني لإعادة المواطنين اليمنيين الذين يرغبون بالعودة إلى أرض الوطن بشكل نهائي وغير قادرين على تأمين تكلفة السفر، وأعلنوا أنهم سيوفرون لهم أيضا رحلات جوية من هنا من مدينة كوالالمبور إلى مدينة صلالة، ومن ثم مساعدة مالية أيضا، وهذا شكر يعني، وهذه بادرة جيدة يعني يستحق الشكر عليها السفيرة في كوالالمبور، ونتمنى على جميع السفارات أن تقوم بمثل هذه المبادرات، لأن هناك أستاذة آسيا هناك المئات العشرات إن لم يكن المئات من المواطنين اليمنيين الذين لم يستطيعوا العودة إلى أرض الوطن، يا إما بسبب ارتفاع تكاليف العودة أو بسبب يعني الظروف الحاصلة في الداخل والتي انعكست على المواطنين في الخارج. هناك نقطة أيضا أود أنوي لها، وهي أنه مسألة أن تتحول الطيران اليمنية إلى جدار قصير. أنت تعرفين والمشاهد يعلم أن طيران اليمنية هي مشغل وطني قادم من تحت الأنقاض، يعني قادم من تأثر كل شيء في البلد نتيجة الحرب، ومن ضمنها طيران اليمنية. فأنا البعض حينما نراقب عن يتحدث بشكل كبير جدا عن ويبالغ في الحديث عن فساد الطيران اليمنية. أنا راجعت العديد من التصريحات والبيانات وأيضا يعني وجهة النظر الأخرى التي تتحدث باسم اللي هي العامة للطيران المدني، تحدثوا عن أن هناك أكثر من مليار دولار خسائر خلال 4 سنوات، منها نصف مليار دولار خسائر للشركة من عام 2015 إلى عام 2016. تراجعت خطوط التشغيل أيضا بشكل كبير، وهذا أثر على شركة الطيران. هناك التزامات مالية كبيرة تدفعها الشركة. نعم تفضلي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفي خليل العمري، كنت معنا عبر الهاتف من كوالالمبور. إذا أعود إليك أستاذ دكتور عادل. دكتور عادل، يعني حسب ما وصلتنا من معلومات بأن حين تم منع رحلة اليمنية من السفر من عدن، تكفلت اليمنية بتوصيل المسافرين برا على نفقتها الخاصة إلى سيئون. المؤسف أنهم وصلوا إلى هناك والتحالف أيضا منع تسيير الرحلة. كيف سيكون موقف طيران اليمنية وهي تضع والتحالف يضعها في موقف صعب مرة بعد أخرى أمام المسافرين؟ في نهاية الأمر المواطن البسيط لن يفهم مثل هذه الأمور، سيجد أن اليمنية هي من تعرقل، هي من تعذبه بالسفر برا، هي من توصله إلى هناك دون أن تقلع. بكل تأكيد، لكن علينا أن نعرف جيدا أن اليمنية هي جزء، يعني هي في الأول والأخير هي مؤسسة حكومية يمنية، يعني من ضمن مؤسسات الدولة أو شركة يمنية تتبع الحكومة اليمنية، وبالتالي المواطن البسيط هو لا يهمه التحالف العربي ولا يهمه الشرعية اليمنية ولا يهمه طرفي النزاع، وهو يهمه مصلحة نفسه في الأول والأخير. هو دافع أكثر من 300,000 أو 250,000 يمني ويريد السفر. الآن البعض منهم قد ربما يكون مريض، والبعض منهم قد ربما يكون طالب، وبالتالي أنا المواطن البسيط وحتى نحن نفسر ذلك على أن هذا استفزاز، سواء كان من التحالف العربي أما بالنسبة يعني من التحالف العربي أما بالنسبة للطيران اليمنية. أختي الكريمة، ها إذا كانت الحكومة الشرعية لم تستطيع أن تخاطب التحالف العربي باللغة التي يفهمها، فهذه عبارة عن شركة نقل يعني جوي، وبالتالي لا تستطيع أن تحرك الماء ولا تستطيع أن تحرك شيء. هي في الأول والأخير بإمكانها أن تكتب بيان وتصدر البيان، وبالتالي هي وصلت إلى كشفت الحقائق وصرحت الشعب وقالت بأنه ليس بيد القرار، ونعتذر للمواطن اليمني. ونحن قدمنا البعض اتهم هذه الإدارة بأنها فاشلة، نحن نتهمها بأنها فاشلة بكل تأكيد، لكن في المقابل علينا أن نحمل التحالف العربي المسؤولية الكاملة، لأن التحالف العربي هو من يتحكم في هذه المطارات. ينبغي أن المواطن اليمني ينبغي أن يعرف بأننا نرزح تحت احتلال بالمفهوم الحقيقي، تحت احتلال، تحت إذلال من قبل الأشقاء في دول الخليج العربي. هؤلاء يستخدمون أموالهم ويظنون بأن كل شيء هو المال. هؤلاء هم الآن ينفذون، هؤلاء عندما الآن الإيرانيين يلقنوهم دروس في الحرب والأخلاق والسياسة، وهم كلما جاءوا يستعرضوا قوتهم على المواطن اليمني، يوم يضربون الأبرياء ويوم يوقفون الرحلات اليمنية. يا أخي لا تعطيني أي حسابات أخرى، هذه شركة مدنية تنقل مسافر أو مواطن يمني. إذا كان لديك إجراءات قانونية أو إجراءات وقائية فالمطارات أمامك، تفضل فتش الطائرة،
فتش شناط المسافرين، فتش المسافرين. كان من قبل يعني تصل الطائرة إلى مطار بيشا. حتى الأسماء بتأتي إلى التحالف العربي، تأتي الأسماء بالكامل والجوازات ومكان الإصدار إلى التحالف العربي بكل دقيقة قبل أن تقلع الطائرة. يطلعون على كل صغيرة وكبيرة. تخيلي أن مرة من المرات قالوا بأن أي جواز أصدر من صنعاء لن نسمح له بالسفر، وكأن الذي من صنعاء هو يعني جاء من جمهورية موزمبيق أو جاء من جنوب أفريقيا. يا أخي هذا مواطن يمني، الجواز اليمني الصادر من داخل صنعاء هو جواز يمني، بغض النظر عن أن يكون هناك ميليشيا مسلحة. نحن نتفق مع التحالف العربي أننا أمام ميليشيا إرهابية دموية طائفية عنصرية حاقدة، شلة أو عصابة سلالية سيطرت على الشعب اليمني، لا أحد ينكر ذلك. نحن أمام احتلال داخلي واحتلال خارجي، نحن أمام ميليشيات مسلحة مؤدلجة طائفيا تنتهك كل العادات والأعراف والتقاليد اليمني، لا أحد ينكر ذلك. لكن التحالف العربي لا يعطي مبررات، لا نريد المبررات. هذه من الحقوق البسيطة للمواطن اليمني، حقوق أساسية له، حق التنقل حتى في القرارات الدولية، حق التنقل حتى في القانون الدولي، حماية الأبرياء والمدنيين وتجنبهم الصراعات السياسية والعسكرية وما إلى ذلك. التحالف العربي ضرب كل الأعراف والعادات والتقاليد والقوانين الدولية عرض الحائط. لا فرق بين التحالف العربي والميليشيات المسلحة، فكلاهما وجهان لعملة واحدة. الأول يقتلنا بطائراته ويحاصرنا برا وبحرا وجو، والآخر ينتهك الأعراض وينتهك البيوت وينتهك المؤسسات ويقوم بسجن الأبرياء داخل المناطق التي يسيطر عليها. إذا نحن أمام، كما ذكرت لك ولا أريد أن أكرر هذه العبارة، نحن أمام احتلال صريح وحكومة يمنية ضعيفة لا تستطيع أن تحرك، مما يعني أنه لا بد من وجود تيار وطني يقول للتحالف العربي إلى هنا ويكفي. لا نستطيع أن نخرج من هذه الدوامة أو من دوامة العنف إلا بوجود تيار وطني حقيقي يقول لا للتحالف العربي، لا للميليشيات المسلحة. نعم، اسمح لنا دكتور عادل أن ينضم معنا الصحفي علي الفقيه. مساء الخير أستاذ علي وخواتم مبارك. أهلا وسهلا، مساء النور. أهلا بك. إذن رفض التحالف منح تصاريح رحلات لطيران اليمنية من غير إبداء أي أسباب، كيف تعلق؟ والله للأسف الشديد هو تبدو خطوة يعني غير مفهومة المقاصد، يعني خاصة أننا في موسم عيد والناس يعودون إلى البلد، المغتربين القادمين إلى اليمن من الخارج، المرضى، الطلبة، التجار. نحن نعرف أن اليمنيين بشكل عام يحرصون، كانوا ولا يزالون يحرصون من يستطيع العودة إلى داخل البلد أن يقضي العيد داخل البلد لأنه يكون له مذاق خاص. أن تتكرر عمليات رفض منح تراخيص للطيران للهبوط في المطارات اليمنية في هذا الظرف وفي هذا الموسم، أعتقد أنه يعني أمر غير يعني واضح، خاصة أنهم لا يقدمون مبررات. غطينا خلال الأيام الماضية أخبار منح التراخيص سواء لشركة الطيران اليمنية أو لشركة الطيران بلقيس، هي أيضا منع عنها تراخيص الطيران من عدن إلى الخرطوم ومن عدن إلى عمان. تواصلنا أيضا بالأمس مع مسؤولين في الحكومة اليمنية، هل قدم لهم التحالف مبررات وأسباب لعدم منع التراخيص أو لمنع التراخيص؟ فقالوا أنه ليس هناك أي، لا يقدم أي مبررات، فقط يمنع. وكأن الأمر مرتبط بمزاج ضابط أو مجموعة ضباط هم يتحكمون في العملية دون وضع أي اعتبار لظروف الناس للمعاناة. نحن أمام شعب 30 مليون يمني، هؤلاء يعني هم عباد يقيمون في سجن كبير، لا يستطيعون التحرك منه إلى 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 البلد بسبب توقف المطارات، بسبب عدم وجود شركات طيران تقدم هذه الخدمات. تسمع شركة الطيران اليمنية التي هي الناقل الوطني ولديها فقط طائرتين تقريبا، ولدينا شركة طيران خاصة بدأت العمل من أشهر بسيطة، وبالتالي هم أساسا في سجن حتى مع وجود الرحلات. فعندما تتوقف الرحلات تماما او يمنع منح التراخيص، يعني نحن امام حالات اليوم كانوا حوالي 150 شخص مسافرين من القاهره الى عدن، ونحن نعرف انه معظم العائدين من القاهره هم يكونوا في الغالب مرضى، يعني حتى انه طائره يمنيه كنا في مصر يسموها طياره العيانين. نعم، برايك استاذ علي من يضطرون الى تحويل رحلاتهم الى سيئون، وبعد ذلك سيسافرون من سيئون الى عدن حوالي 12 ساعه بر، وبعدها هم امام سفر طويل سواء المسافرين الى صنعاء ولا تعز ولا غيرها، وبالتالي اضافه مشقه واعباء كبيره على المواطن اليمني. صحيح. اذا هو من المسؤول الاول المفترض ان يكون على المطار والاجواء اليمنيه، الشرعيه ام التحالف؟ يفترض الحكومه الشرعيه هي المسؤوله عن هذا الشيء، وهي التي
يعني تكون مسؤولة أمام الشعب اليمني، وكمان يعني التحالف يتخاطب معها عندها، هو هي المعنية بالترتيب. نعم، يعني كيف فرطت الشرعية بهذا الحق أستاذ علي؟ يعني هذا حقها القانوني وحرمت من التحكم بحقها السيادي وهي تقريبا موافقة. للأسف الشديد أقول بأن الحكومة هي من فرطت في هذا الحق منذ البداية، هي من فرطت في قرارها، فرطت في يعني قدرتها على التحكم بأمور كثيرة وسلمتها في البداية طبعا. الآن تحاول أن تستعيد صلاحياتها، تحاول أن تستعيد قراراتها، لكن للأسف يبدو أنه يعني لم يعد المسألة سهلة، لأنه عندما تسلم أمرك للآخرين فيتغولوا في إدارة شؤونك، في التحكم بتفاصيل حياة شعب وبلد، تعود بعد ذلك لتحاول أن تستعيد القرار يعني أو تستعيد هذه الإجراءات. يعني مثلا الأخ رئيس الوزراء عائد غدا من القاهرة إلى عدن على طيران اليمنية، يفترض أن يكون في رحلة اثنين، فأنا يعني أتوقع أنه بالإمكان أيضا يرفض التحالف مثلا منح ترخيص لهذه الرحلة ويظل رئيس الوزراء عالق هنا في القاهرة، وهذا يعني سيبدو أمر كاريكاتوري بشكل أكثر، يعني سيوضح للناس على الأقل المسؤولين سيكونون أكثر شعورا وإحساسا بمعاناة المواطن. نعم، إذن تحكم دول التحالف بمطارات المناطق المحررة وإغلاق بعضها بل وتحول البعض الآخر إلى سجون كما حدث في مطاري الريان والغيضة، ما الذي يريده التحالف من خلال هذه الممارسات؟ عندنا في الثقافة اليمنية مثل دارج يقول المال السايب يعلم السرقة. نعم، بالتالي عندما يكون هناك يعني بلد يعني متروك مباح، يصبح حتى ممكن ضباط في 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 التحالف يكونوا هم المعنيين بهذا الامر يتحكموا بمزاجهم، وبالتالي يبداوا يعني يتحول الامر الى متعه انه يتمتع بمعاناه الاخرين وب المشقه عليهم، ولا يعبه لذلك لانه في النهايه هو لا يمس شيء. ايضا قد يكون الامر من ناحيه التحالف عدم شعور بالمسؤوليه، للاسف الشديد انه هو في الاساس الان يعتبر المتحكم الاول والاخير في اليمن، وهو المعني بهذه الامور، ويفترض ان يعني لا يضاعف من ماساه الشعب اليمني ومن حاله القهر والاسى التي يشعر بها اليمنيون، لانهم للاسف الشديد صرنا نخوض حرب مكشوفيه الظهر، نتعرض ل يعني للصباحين، بالتالي هذا العصف، هذا المشقه على اليمنيين هي تزيد من حاله الاحتقان، من حاله الشعور بالضيم لدى اليمنيين، واعتقد انها ليست في صالح التحالف وليست في صالح الحكومه الشرعيه وليست في صالح المعركه التي يخوضها اليمنيون لاستعاده الدوله، بالتالي على التحالف ان يعيد النظر في هذه الاجراءات، وان يعني بدلا من منع تراخيص للرحلات ان يوسع عدد الرحلات التي من والى اليمن، ايضا ان يتيح لطيران سواء طيران خليجي او طيران عربي لان تنضم شركات للعمل للنقل في اليمن، لانه الطيران الموجود لا يكفي ل يعني القيام بنقل 30 مليون يمني، الاجواء امامهم مسدوده ويعني اصبحوا بعضهم يموت لانه لا يستطيع او لا يجد فرصه للخروج للعلاج. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي علي الفقي، كنت معنا عبر الهاتف. عودة أخيرة لك دكتور عادل، برأيك ما الذي يجب على الشرعية القيام به بعد كل هذه الإجراءات الرافضة لمنح التصاريح للطيران؟ أولا أنا من وجهة نظري الشخصية أنه ينبغي على الحكومة الشرعية أن تصارح الشعب اليمني وتقول بأنها لا تستطيع أن تواجه التحالف العربي، وأن التحالف العربي هو من يتحكم بزمام الأمور، وبالتالي الشعب اليمني سيكون قادر على أن يتصرف مع هذه القوات المتواجدة داخل الأراضي اليمنية. اليوم الحكومة الشرعية هي تعتبر حتى بالقانون الدولي، حتى القانون الدولي هم ضمن البند السابع هم يتعامل معها كطرف والانقلابيين كطرف، وبالتالي هم يعتبروا طرف في النزاع المسلح. الآن اليمن تحت البند السابع، ويتصرف التحالف العربي كوصي على الجمهورية اليمنية والشرعية اليمنية، ليس معها من الاسم من الشرعية إلا الاسم، أما بالنسبة يعني بالحكم على الأرض فهي منزوعة القرار ومنزوعة السيادة، وقد سلمت التحالف العربي الجمل بما حمل، ولا تستطيع أن تقدم شيئا يذكر للشعب اليمني سوى أن الآن أن تظهر الحقائق للشعب وتقول أنا لا
أستطيع أن واجه التحالف العربي، وبالتالي احنا سنكون أمام احتلال يجب مقاومته بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها كل القوانين الدولية والقوانين البشرية وما إلى ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث دكتور عادل الدشيلة، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.